أنا شخصيا يعني بشهد له بأنه في سوق فني عالي جدا جدا، مش بس الأغاني السودانية، حتى الأغنيات الغربية وكل ستايل المزيكا يعني الريجي البلوز الجاز، عنده فكرة. وهو كان بيسمع روك في فترة من الفترات. طيب أستاذ أحمد، دكتور أحمد العسيري، نسمع أغنية أولى حتسمعنا شو؟ في أغاني كثير يعني أثرت فينا في زيارتنا هنا في السودان. في كمية من الأغاني في الحقيبة، في كمية من الفنانين طبعا كتبوا أغاني، ونحن نحس أنه لامست جزء مننا، لذلك حبينا نحن نغني بعض الأغاني، منها الشجن الأليم. طيب أغنية الشجن الأليم للأستاذ مصطفى سيد أحمد رحمة الله عليه، كلمات صلاح حق سعيد وألحان محمد سراج الدين. نستأذن طبعا منهم ومن أهلهم أنه نحن نأدي الأغنية هذه، وإن شاء الله تعجبكم. إن شاء الله، تفضل. عرفني منه للزمن يقدر يحول قلبي عنك، للزمن يقدر يحول قلبي عنك، للخيال يشغلني منك، للمسافة ولا الخيال يشغلني منك، عارفني منك، عارفني منك. عارفني منك،
على من نعيم. خليك على الوعد القديم وخليني في شجن الأليم وابقى في كل المدايا سكتي وسفر الجحيم. تبقى إيه الدنيا من بعدك وابقى ايه بعدك اكون. ما في احتمالي وبالي ان في احتمالي وبالي ان انت سايق فيني ظنك. رغم انك انت عارف انه منك للزمن يقدر يحول قلبي عنك. للزمن يقدر يحول قلبي عنك للمسافة ولا الخيال يشغلني منك. للمسافة ولا الخيال يشغلني منك. عارفني منك عارفني منك عارفني منك. أبقى بعدك في أسى أبقى بعدك في أسى. تبقى إنت الظالم الجاس النساء. تبقى ايه الدنيا من بعدك تكون وابقى ايه بعدك اكون. تبقى ايه الدنيا من بعدك تكون وابقى ايه بعدك. للمسافة
يمكن عشقك للأغنيات السودانية وللفن السوداني هو ده اللي خلق التقارب الكبير ما بين غنائك أو أداك للأغنيات السودانية أنت والفنانين السودانيين، يعني ما في فرق كبير.